فصائل المعارضه السوريه تشن هجوما على داعش في درعا وفشل في التوافق على صيغه نهائيه لمفاوضات استانا. 300 مقاتل من داعش محاصرون في الموصل القديمه والمدنيون يبطئون تقدم القوات العراقيه في المدينه. وبعد حمله استمرت لمده ثلاث سنوات الجيش الليبي يعلن تحرير كامل مدينه بنغازي من الارهابيين. اسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام واهلا بكم الى نشره اليوم المفصله من اخبار الان نبداها من تطورات الشان السوري. اذ اطلقت فصائل الجبهه الجنوبيه معركه جديده ضد داعش في ريف درعا الغربي، اسمتها معركه صد البغات بهدف استعاده مواقع خسرتها سابقا في منطقه حوض اليرموك. وتحدث محمد أبو زيد القائد العسكري للواء الكرامة لأخبار الآن أن المعركة تهدف إلى فك الحصار عن المحاصرين في بلدة حيط من قبل أفراد تنظيم داعش وتم استهداف تل عشتر الاستراتيجي الذي يقطع الطرق الرئيسية لمناطق ريف درعا الغربية أعلنت فصائل الجبهة الجنوبية صباح اليوم معركة جديدة ضد تنظيم داعش الإرهابي في منطقة حوض اليرموك بهدف استعادة المناطق التي خسرتها المعارضة سابقا في تلك المنطقة ولا سيما تل عشترى الاستراتيجي وكتيبة الميم دال شرقي بلدة عدوان، هنا معي أبو باسل أبو زيد القائد العسكري للواء الكرامة، بداية أرحب بك أبو باسل لو تطلعنا عن حيثيات المعركة ضد تنظيم داعش اليوم في منطقة حوض اليرموك انطلقت بصباح لهذا اليوم معركة بغرفة غرفة عمليات الصف الواحد وهي يعني المعركة لفك الحصار عن أهلنا في في بلدة حيل والقضاء على على الدواعش في منطقة عدوان وعشترة والميمدال ما هي الأهمية الاستراتيجية للعشترة ولماذا التنظيم متمسك بهذا التل؟ التل يعتبر منطقة استراتيجية فهو يطل على على طريق الواصل بين الشيخ سعد وجلين وهو يعني يطلع على كل المناطق منطقة استراتيجية يعتبر هذا التل يعني وهو منطقة كمان إمداد يمد فيه الدواعش من من السد اه إلى اه ميم ما هي الخسائر التي تكبدها تنظيم داعش حتى هذه اللحظة؟ الخسائر كبيرة جدا يعني خسر اه تقريبا حوالي الآن إلى 300 قتيل وحوالي 300 جريح من أول بداية خروجه من حوض اليرموك واحتلاله هذه المناطق وخسر تقريبا ثلاث أو أربع دبابات وكثير من المضادات والعربات شكرا أم باسل وتستمر المعارك بين فصائل الجبهة الجنوبية وتنظيم داعش الإرهابي في منطقة حوض اليرموك من محور تل عشرة الاستراتيجي الذي يقع خلفي تماما خلف هذا الساتر حيث تتمركز عناصر داعش بالقناصات وهنا المنطقة جدا خطرة محمد الحراني لأخبار الآن ريف درع الغربي سياسيا اخفقت كل من روسيا وتركيا وايران خلال محادثات السلام التي جرت يوم امس في الاتفاق على تفاصيل تتعلق بقضايا من بينها حدود اربع مناطق لخفض التصعيد تم الاتفاق عليها في سوريا. وقالت موسكو ان المشاركين لم يتمكنوا من تحديد مناطق خفض النزاع الا انهم اكدوا على وجود مناطق امنه على ارض الواقع. التفاصيل مشاهدينا في سياق التقرير التالي. في ثاني أيام المحادثات شكلت الدول الثلاث الضامنة لمحادثات أستانا مجموعة عمل لوضع لمسات نهائية على اتفاق بشان إقامة مناطق عدم تصعيد في سوريا. مصادر إعلامية أفادت بأن عدم التوصل إلى اتفاق كما كانت تأمل روسيا جاء بسبب خلافات بين تلك الدول نفسها وقد أعلن عن تشكيل مجموعة عمل من أجل حل هذه الخلافات. في هذا السياق أعلنت موسكو أن هناك سبع وثائق بشأن مناطق خفض التوتر لا تزال بحاجة إلى معالجة، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء الجولة المقبلة من المحادثات في أستانا في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس فصائل المعارضة السورية في الجبهة الجنوبية والتي أكدت أن مشاركتها في المفاوضات جاء بناء على ضمانات بوقف إطلاق النار في درعا والغوطة الشرقية رفضت أي دور لإيران كضامن في هذه المباحثات وقالت إن وجودها في المناطق الجنوبية غير مقبول بشكل قطعي كما حملت إيران المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي إذا لم تلتزم أو تلزم النظام بوقف إطلاق النار بصفتها أحد الضامنين الرئيسيين المعارضة أوضحت أيضاً أن روسيا لا تختلف بمواقفها عن إيران بعد أن تعهدت بتنفيذ الهدنة إلا أنها واصلت قصفها على حلب من جانبها شككت الهيئة العليا للمفاوضات في إمكانية تحقيق حل حقيقي للأزمة عبر أستانا محذرة من محاولات لتحقيق أجندات تختلف عن مطالب الشعب السوري وذكرت أن المكتسبات الأساسية هي حماية المدنيين سيما بعد التقارير التي أكدت أن عدد الضحايا في الفترة الأخيرة انخفض بشكل كبير وتجاوزت نسبته 90%، كما صرحت المعارضه بأن النظام وايران لا يريدون نجاح الاتفاقيه لاعتقادهم بأن الحسم العسكري هو الاساس، متهمه اطرافا بعرقله تطبيق وقف اطلاق النار لبحث عن حصص اضافيه في الاتفاقات على حساب الدم السوري. محادثات استمرت ليومين لم تختلف عن سابقاتها، يبقى عنوانها الفشل والاخفاق في انتظار جوله جديده لا يبدو انها ستحمل اي جديد لحل الازمه. أفاد قائد عسكري يقاتل مع قوات سوريا الديمقراطية في مدينة الرقة شمال شرق سوريا بأن أكثر من خمسين فردا من تنظيم داعش قتلوا خلال معارك يوم الثلاثاء الماضي وصباح أمس الأربعاء وقال القائد إن مسلحي قوات سوريا الديمقراطية وقوات النخبة تمكنوا من دحر أفراد التنظيم خلال هجوم لهم على مواقع قوات النخبة في حي هشام بن عبد الملك جنوب غرب حي الصناعة إلى التفاصيل تتواصل حدة المعارك في الأحياء الجنوبية من مدينة الرقة وخاصة في حي هشام بن عبد الملك على مشارف حي الصناعة شرق المدينة قائد عسكري يقاتل ضمن قوات سوريا الديمقراطية أفاد أن مسلحي القوات وقوات النخبة تمكنوا من قتل ما يزيد على خمسين عنصرا من تنظيم داعش الإرهابي وذلك خلال هجوم لهم على مواقع قوات النخبة كما أضاف أن مقاتلي النخبة تصدوا لعناصر داعش وأفشلوا الهجوم مؤكدا سقوط العشرات من عناصر التنظيم بين قتيل وجريح خلال سيطره قوة النخبه على شارع سيف الدوله الاستراتيجي المؤدي الى الجامع القديم. وغير بعيد من ذلك اندلعت معارك عنيفه فجر اليوم على جبهه حي الدرعيه غرب المدينه، مما ادى الى سقوط عشره قتلى على الاقل من عناصر داعش وخاصه مما يعرف باشبال الخلافه. كما تم اسقاط طائرتي استطلاع لتنظيم داعش عبر استهدافهما بالرشاشات. إلى ذلك، قالت مصادر إعلامية مقربة من قوات سوريا الديمقراطية إن الولايات المتحدة سلمت القوات منظومة الصواريخ الأمريكية المتنقلة عالية القدرة (هايمرس) لاستخدامها في معركة الرقة بعد محاصرة المدينة من جهاتها الأربع. وبالتنسيق مع قوات التحالف اخترقت قوات سوريا الديمقراطيه البلده القديمه في مدينه الرقه السوريه بعدما وجه التحالف ضربات لسور الرافقه الاثري مما مكنت تلك القوات من التغلب على دفاعات التنظيم أعربت الولايات المتحدة عن استعدادها لدراسة إقامة مناطق حظر جوي فوق سوريا شريطة موافقة الجانب الروسي من أجل تحقيق الاستقرار وقال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إنه بإمكان كل من واشنطن وموسكو العمل معا لتحقيق الاستقرار على الأرض ما يضع أساسا للتقدم نحو تسوية من أجل مستقبل سوريا السياسي وأضاف أن الولايات المتحدة مستعدة لاستكشاف إمكانية العمل مع روسيا على إقامة آليات مشتركة تضمن الاستقرار بما في ذلك مناطق حظر جوي ومراقبين لوقف إطلاق النار وتنسيق إيصال المساعدات الإنسانية. نشرتنا مستمرة مشاهدينا وفيها بعد فاصل قصير. دول مكافحة الإرهاب تصف رد قطر بالسلبي وافتقاره لأي مضمون. أحييكم من جديد، في العراق اضطرت القوات الأمنية العراقية لإبطاء تقدمها في مدينة الموصل القديمة بسبب الأعداد الكبيرة من المدنيين المحاصرين في المنطقة التي ما تزال تحت احتلال داعش، ويرجح قادة عراقيون إعلان النصر النهائي في مدينة الموصل هذا الأسبوع، وأجبر الجيش أفراد داعش على التراجع نحو مساحة ضيقة بالقرب من نهر دجلة في المدينة. الى ذلك سيطر الجيش العراقي على قاعده عسكريه ضخمه تابعه لتنظيم داعش الارهابي في مدينه الموصل وقال مصدر رسمي في بيان له ان وحدات الشرطه الاتحاديه تمكنت من السيطره على مركز لتدريب الارهابيين يعرف بمعسكر ابو مسعود للتدريب العنيف في بلده ابو سيف الواقعه غربي مدينه الموصل وأضاف المصدر أن المعسكر يقع على مساحة تبلغ 1500 متر وعلى عمق يصل إلى عشرة أمتار تحت الأرض من جانبه قال قائد عسكري عراقي إن نحو 300 فرد من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي محاصرون في المدينة القديمة في الموصل وكذا قائد العمليات الخاصة العراقية اللواء الركن سامي العارضي أن هؤلاء المسلحين محاصرون في مساحة تبلغ 500 متر مربع، وأن الآلاف من المدنيين يعتقد أنهم محاصرون معهم. وانتقلت القوات العراقية إلى المدينة القديمة المحاصرة قبل شن هجومهم لمنع مقاتلي التنظيم الإرهابي من الهرب إلى سوريا المتاخمة، لكن العارض قال إن مئات المقاتلين ما يزالون قادرين على الهرب من المدينة القديمة بمفردهم. وأنهم يغيرون من هيئتهم حتى يتمكنوا من الخروج وأنهم ألقوا القبض على اثنين منهم بين مجموعة من النساء والأطفال مشاهدين وفي خبر عاجل وردنا توا أن عدد المدنيين العالقين في الموصل القديم يصل إلى عشرين ألفا بحسب الأمم المتحدة وسنوافيكم بالتفاصيل مشاهدين دائما حال ورودها أيضا في أخبارنا مشاهدين من المنتظر أن يعلن النصر أن يعلن النصر في الموصل بشكل رسمي بعد أن تنتهي فصائل القوات العراقية من تحرير كامل المناطق التي تقاتل فيها بشكل كامل في جنوب الموصل القديمة وشرق الجنوب وغربه التفاصيل مشاهدين في تقرير الزميلة ديما نجم أيام قليلة وربما ساعات فقط تفصل القوات العراقية عن تحقيق النصر في الموصل وأعلانها محررة بالكامل استواصل القوات المشتركة تقدمها وتوغل من جميع المحاور لتحرير باقي الأجزاء القليلة المتبقية من المدينة القديمة في أيمن الموصل بحسب المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول فإن قطعات جهاز مكافحة الإرهاب باشرت منذ يوم الثلاثاء بتحرير منطقة الميدان وأكملت مهمتها بنجاح كما أن قطعات الجيش مستمرة بالتوغل وتضييق الخناق على مسلحي داعش من الجهتين الشمالية والشمالية الغربية، وقطعات الشرطة الاتحادية تتوغل في المناطق المتبقية في المحور الجنوبي بعد أن سيطرت علي منطقتي باب الطوب والباب الزراعي. أشار المتحدث العسكري إلى أن أغلب مسلحي داعش المتواجدين حاليا في الأجزاء القليلة من مناطق المدينة القديمة هم من جنسيات أجنبية وعربية إضافة إلى عدد قليل من المحليين وهم قلة يقدر عددهم بالعشرات وأقل من مئة إرهابي بحسب قوله وفي آخر تطور للعمليات العسكرية فرضت قوات جهاز مكافحة الإرهاب سيطرتها على منطقتي الشعارين ودكة بركة في الموصل القديمة وسط اشتباكات شرسة وقد أكد الفريق رائد شاكر جودة قائد قوات الشرطة الاتحادية قتل 61 مسلحا من داعش وتدمير مقارهم خلال العمليات التي استمرت الأربعاء لتطهير ما تبقى من مناطق المدينة القديمة في أيمن الموصل من احتلال مسلحي التنظيم واشار جودة الى ان قواته سيطرت على مبنى هام وسط منطقه النجف وهو مبنى الشواف ونشرت قناصين على سطحه لتامين تقدم القطعات العسكريه وسط المنطقه اخر معقل للجماعات الارهابيه في محور الشرطه الاتحاديه من جهته اعلن قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق الركن عبد الامير رشيد يا الله تحرير ساحه باب الطوب وكراجها متعدد الطوابق ودوره الاجهزه الدقيقه وجامع خزام والسيطره على طريق خالد بن الوليد في المدينه القديمه اعلنت منسقه الشؤون الانسانيه للامم المتحده في العراق ان اعاده البنيه التحتيه الاساسيه في مدينه الموصل بعد تحريرها من احتلال داعش الإرهابي ستكلف أكثر من مليار دولار وقالت ليز جراند إن تقييما مبدئيا أظهر أن عملية إحلال الاستقرار التي تتضمن إصلاح شبكات البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والكهرباء وإعادة فتح المدارس والمستشفيات ستكلف أكثر من ضعفي التقديرات الأولية وأضافت أن الأضرار أكبر بكثير مما كان متوقع وأسوأ كثيرا في النصف الغربي من المدينه عن الشرق الذي تم تحريره من احتلال داعش قبل سته اشهر. الى ليبيا حيث اعلن المشير خليفه حفتر القائد العام للقوات المسلحه الليبيه التحرير الكامل لمدينه بنغازي الواقعه شرقي البلاد من المسلحين المتطرفين بعد اكثر من ثلاث سنوات من المعارك العنيفه. وأثنى حفتر في خطاب تلفزيوني على مجهودات الجنود التابعين للقوات المسلحة والقوات المساندة، وقال إنه انتصار في معركة الكرامة ضد الإرهاب. تزف إليك اليوم قواتك المسلحة. بشرى تحرير مدينة بنغازي من الإرهاب. تحريرا كاملا غير منقوص. وتعلن انتصار جيشك الوطني في معركة الكرامة ضد الإرهاب هذا وخرج أهالي مدينة بنغازي إلى الشوارع للاحتفال بانتصار الجيش في منطقة الصابر وسوق الحوت والبلاد في المدينة وأعلن أمير غرفة العمليات العسكرية في بنغازي العميد عبد السلام الحاسي عصر يوم أمس تحرير منطقة سوق الحوت والبلاد في مدينة بنغازي كما اعلن مدير مكتب اعلام القياده العامه للقوات المسلحه الليبيه خليفه العبيدي سيطره القوات المسلحه الليبيه على منطقه الصابر بالكامل بحسب ما نقلته وكاله الانباء الليبيه في البيضاء. قال بيان مشترك لوزراء خارجيه الدول الداعيه لمكافحه الارهاب مصر السعوديه والامارات والبحرين انه لا يمكن التسامح مع الدور التخريبي الذي تلعبه قطر في المنطقه من خلال دعمها للارهاب واوضح الوزراء في البيان الذي تلاه وزير الخارجيه المصري سامح شكري في القاهره بعد اجتماع على مستوى وزراء الخارجيه ان الدول الاربع تاسف للرد السلبي القطري على مطالب وقف دعمها للارهاب وقال الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجيه الاماراتي ان المنطقه عانت من الارهاب ولا بد من جهد جماعي لاخلاء المنطقه ممن يرعون الارهاب بدوره اكد وزير الخارجيه السعودي عدل اجبار ان هناك تشاورا حول الاجراءات القادمه وسنتخذها في الوقت المناسب مشيرا الى ان ايران الراعي الاكبر للارهاب وقال وزير الخارجيه البحريني خالد بن احمد الخليفه ان الدول العربيه تضررت كثيرا من ارهاب الاخوان وداعميهم. من جانبه قال وزير الدوله الاماراتي للشؤون الخارجيه انور قرقاش في تغريده له على موقع تويتر قال ان الرد القطري الشكلي استحق الاهمال الذي لقيه في المؤتمر مؤكدا ان الخطوات المقبله ستزيد من عزله الدوحه. وأضاف أن موقعها سيكون مع إيران وعدد من المنظمات الإرهابية متسائلا في السياق ذاته عن الحكمة في هذا التهاون مع التطرف والإرهاب إلى الشأن اليمني إذ أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد حالات الوفيات جراء الإصابة بوباء الكوليرا في اليمن إلى أكثر من 1600 حالة وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن أكثر من 300 ألف يمني أصيبوا أو اشتبه في إصابتهم بوباء الكوليرا منذ تفشيه في البلاد قبل قرابة ثلاثة أشهر وبحسب منظمة الصحة العالمية يمكن علاج الكوليرا بنجاح من خلال تناول محلول معالجة الجفاف فيما تحتاج الحالات الحرجة لعلاج سريع بسوائل وريدية اعلنت وزارة الدفاع الامريكية قتل جندي امريكي واصابة اثنين اخرين بجروح في هجوم غير مباشر في اقليم هلموند جنوب افغانستان وذكرت وزارة الدفاع الامريكية البنتاغون ان الهجوم على القوات الامريكية التي تدعم عملية حارس الحرية وقع قبل يومين ولم تصدر اي تفاصيل اخرى عن الحادث ولم يتم تحديد اي مجموعة يشتبه في انها شنت الهجوم تزداد يوما بعد يوم الشواهد والادله والقناعات الرسميه والشعبيه لدى المواطن الافغاني بتورط وتدخل الجانب الايراني في دعم طالبان وتزويده بالعتاد والاسلحه النوعيه وهي مستمره حتى وقتنا الحالي خدمه لمصالحها وضربا لمصالح الشعب الافغاني في العيش ببلده بامان وامن مستقر ودون تدخل الجيران ايا كانت مصالحهم تتقاطع مع من انتهجوا الارهاب طريقا وهدفا بدون شك در طول مردم افغانستان الشعب الافغاني يعاني منذ سنوات طويله حربا داخليه سببتها عوامل كثيره ومن اهم هذه العوامل التدخل الاجنبي ايران لها دور كبير في هذا التدخل هناك معلومات كثيره واعلاميه ايضا بشان التدخل الايراني في الشؤون الافغانيه ودعمهم لطالبان وانطلاقاً من مبدا ان العدو والعدو صديق تحاول طهران استغلال طالبان لضرب اعداء اخرين مثل امريكا فقد تم العثور على شواهد في ولايه هارات الافغانيه مثلا تدل بشكل قاطع لدعم طهران لطالبان لان اسلحه وعتادا حربيا كبيرا صار بحوزه القوات الافغانيه الحكوميه اثبتت ان ايران هي مصدر هذا العتاد وان طهران ارادت بارسال هذا العتاد الى افغانستان دعم طالبان

التي كانت تذهب الى جماعه طالبان واسلحه اخرى كثيره بيد عناصر طالبان هي اسلحه ايرانيه الصنع مما يدل على دعم عسكري ايراني لطالبان وللاسف الشديد الحكومه الافغانيه لا تصرح بهذه الحقيقه ولا تتخذ موقفا صريحا تجاه دعم طهران لطالبان

نحن وهذه الدول الجاره نواجه تهديدا ارهابيا مشتركا وحكومتنا يجب ان تقنع الدول الجاره بان اراضينا لن تستخدم ضد اي دوله لسنا بصدد اصدار الارهاب او الهجوم على اي دوله هذا ينبغي ان يكون واضحا لجميع الدول الجاره لنا لكننا عندما نواجه تحديا اجنبيا صريحا يجب ان نتصدى له بطريقه دبلوماسيه مناسبه واذا تطلب الامر اكثر من ذلك فعلى الحكومه ان تتخذ موقفا صارما وان لا تترك المصالح العليا الوطنيه عرضه لاي تدخل اجنبي الحرب في افغانستان حرب استخباريه اقليميه وتشكل المنافسات الاقليميه الوقود الاساسي لهذه الحرب نحن لا يمكن ان نخرج من هذه الدوامه الا بسياسه حكيمه التدخل الاجنبي ودعم دول جاره لطالبان يحدث منذ فتره طويله ايران وباكستان وحتى روسيا تدعم طالبان فجماعه طالبان ما كان لها ان تحارب الناتو وامريكا طيله هذه السنوات من دون دعم اجنبي عسكري لها اكد الجيش الفلبيني ان القوات اعتقلت امراه يشتبه بانها الممول الرئيسي ومسؤوله الدعم اللوجستي لارهابيين موالين لتنظيم داعش يقاتلون قوات الحكومه منذ اسابيع للسيطره على بلده في جنوب البلاد وقال متحدث باسم الجيش الفلبيني ان قوات الامن دهمت قريه قريبه من مراوي حيث اعتقل ثلاثه اشخاص مشتبه بهم عثرت معهم على ذخيره ومواد تستخدم في تصنيع متفجرات لنشرتنا بقي مشاهدينا ولكن لنا عوده بعد فاصل اخير. احييكم من جديد مشاهدينا الكرام ونتحول واياكم الى مختاراتنا من الصحافه العربيه لهذا اليوم. تجوالنا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم خصصناه للأخبار الصحية والبداية من صحيفة القبس الكويتية التي نقرأ منها لا تنظف أذنك بالأعواد القطنية حذر مختصون ألمان من استعمال الأعواد القطنية لتنظيف الأذن موضحين ان الاعواد يمكن ان تضغط الشمع الى اعماق الاذن والذي قد يضغط بدوره على طبله الاذن ومن ثم لا تصدر الطبله ذبذبات على نحو سليم ما قد يؤدي الى اسوا الحالات في اسواها الى فقدان السمع واضافوا ان شمع الاذن يؤدي كثيرا من الوظائف المهمه حيث يعمل الشمع الحمضي على حمايه الاذن من عدوى الفطريات نطالع وإياكم مشاهدين من صحيفة اليوم السابع المصرية دراسة أطفال الأنابيب أكثر عرضة للإصابة بزيادة الوزن في الكبار جاء في تفاصيل الخبر كشفت دراسة جديدة عن أن أطفال الأنابيب أكثر عرضة للإصابة بزيادة الوزن في مراحل لاحقة من العمر ووفقا لصحيفة ديلي مان البريطانية أكد الباحثون القائمون على دراسة أن اطفال الأنابيب يتم تغيير جيناتهم ما يجعل أوزانهم أكبر بمتوسط رطل ونصف عند بلوغهم سن التاسعة واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة الوسط البحرينيه علماء الدهون في منطقة البطن مفيدة أحيانا توصل علماء من جامعه امريكيه ان الدهون الموجوده في منطقه البطن لها فوائدها ففي حين يعتبر كثير من الاطباء واخصائي الصحه ان تراكم الدهون في الجسم مؤشر خطير على الصحه اشارت دراسه تم نشرها مؤخرا الى ان الطبقه الدهنيه الداخليه الرقيقه الموجوده في منطقه البطن عند الانسان لها دور في وقايه الجسم من بعض الامراض إلى صحيفة الغد الأردنية مشاهدين التي عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم استبدال جميع السوائل بالماء يمنح الجسم الحيوية ورشاقة يوصي الخبراء بشرب ثمانية إلى عشرة أكواب من الماء كل يوم للحفاظ على صحة جيدة وقد وجدت دراسة حديثة أن شرب الماء يمكن أن يزيد سرعة الدماغ بنسبة 14% ويقوي نسبة الذكاء ومن ناحيه اخرى فان الماء يساعد على اذابه المواد السامه الموجوده في الدم ويزيد من فعاليه عمل الكلى مما يؤدي الى طرد السموم خارج الجسم نعود إلى أخبارنا مشاهدين وفيها أيضا قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن الأمطار الغزيرة وفيضانات الأنهار في جنوب البلاد أجبرت نحو 400 ألف شخص على النزوح من ديارهم وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون أن السلطات أمرت ما يقرب من 21 ألف شخص في إقليم أويتا بمغادرة منازلهم ويقيم النازحون في مراكز إيواء بالمدارس والمباني الحكومية وتتوقع السلطات ان يستمر هطول الامطار بغزاره خلال الايام المقبله. كشف علماء للمره الاولى عن البناء الذري لشعيرات بروتين تاو التي تتشابك داخل ادمغه مرضى الزهايمر قائلين ان الكشف سيمهد طريق نحو تطوير علاجات جديده للمرض. وقال سورس شيرز الذي شارك في الاشراف على البحث إنه نظرا لاستخدام الكثير من شركات الأدوية أجزاء مختلفة من تاو لاختبار تأثير الأدوية المحتملة على تشكيل الشعيرات، فإن هذا الاكتشاف سيزيد دقة هذه الاختبارات. وقبل ختام نشر مشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عناوين. فصائل المعارضة السورية تشن هجوما على داعش في درعا وفشل في التوافق على صيغة نهائية لمفاوضات استانا. 300 مقاتل من داعش محاصرون في الموصل القديمة والمدنيون يبطئون تقدم القوات العراقية في المدينة وبعد حملة استمرت لمدة ثلاث سنوات الجيش الليبي يعلن تحرير كامل مدينة بنغازي من الإرهابيين بهذا إذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر يمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر بذات الموقع بعد أقل من نصف ساعة موجز الأنباء